أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورشتنا اليوم إن شاء الله ستكون ضمن السلسلة الأولى من ندوات التنمية المهنية للمعلم عبر منصة التزامن. ورشتنا اليوم إن شاء الله بعنوان تصميم المحتوى الرقمي البصري. هذه الورشة تقدم من ضمن الجمعية السعودية العلمية للمعلم جسم. أتمنى الجميع يشترك في هذه الجمعية ويسجل عضوية فيها. العضوية بسيطة جدا، سألوني كثير قبل الورشة عن العضوية. العضوية تكون بالدخول على حساب الجمعية السعودية العلمية للمعلم على تويتر، ستجدونها في أول تغريدة مثبتة، اضغطوا عليها وسيبدأ التسجيل. اليوم بأمر الله سنأخذ موضوع مهم جدا، وهو موضوع تصميم المحتوى الرقمي البصري. أين تكمن أهمية هذا الموضوع؟ الآن كلنا عارفين أن المملكة بهذا التطور الكبير ولله الحمد الذي يزخر به وطننا الغالي، سيدخل في 2020 إلى التحول الرقمي، وشبكة الموارد السعودية ستطلب من كل معلم أن يرفع موارده على هذه الشبكة. ومن ضمن الموارد التي سيرفعها المعلم أو المعلمة أو حتى عضو هيئة التدريس، سيرفع الصور، والصور هذه لابد أن تكون مصممة تبعا لتصميم المحتوى الرقمي البصري. اليوم حناخذ إن شاء الله بأمر الله، حناخذ مع بعض نظرة عامة حول أهمية المحتوى الرقمي في 30 دقيقة، ثم سنأخذ سحابة الكلمات في 30 دقيقة، ثم المرسق الرقمي في 30 دقيقة، ثم الأنفوغرافيك والبوستر والعروض التفاعلية في 30 دقيقة، وهذا مجمله سيكون ساعتين بأمر الله. فالوقت هو عبارة عن ساعتين كاملة، كل نصف ساعة ستأخذ محور من هذه المحاور. بالنسبة لنظام العمل في هذه الندوة سيكون فردي وجماعات. أثناء الندوة سأطلب منكم بعض الأنشطة، وأيضا سنطبق عمليا. إذا سنأخذ مثلا سحابة الكلمات ونطبق عمليا، ثم سنأخذ الملصق الرقمي ونطبق، وهكذا في الأنفوغرافيك بعده سنطبق، وبعد كل جزء أو محور من هذه المحاور سنفتح باب المناقشة بأمر الله. عندما نفتح باب المناقشة سنعطي تغذية راجعة أثناء الورشة. أما بعد الورشة إن شاء الله فسأطلق وسم أو هاشتاغ بعنوان الورشة الذي هو تصميم المحتوى الرقمي البصري، وأنتظر تطبيقاتكم في هذا الوسم. أبغى أشوف الشات بس أنتوا طبعا كاتبين، وللأسف ما عندي. تمام. طيب، المحور الأول إن شاء الله سيكون نظرة عامة حول أهمية المحتوى الرقمي. في هذا المحور لن أتحدث كثيرا، سأتحدث فقط عن أهمية التعلم الرقمي ومفهوم المحتوى الرقمي وأهمية صناعة المحتوى الرقمي وأيضا إثراء المحتوى الرقمي العربي، وهذا هو الهم الكبير الذي يهم كل المتخصصين في الوطن العربي، وأيضا أنواع المحتوى الرقمي، وهذه جدا جدا مهمة. سنبدأ بأول شيء وهو أهمية المحتوى الرقمي. تكمن أهمية المحتوى الرقمي في تحسين البيئة التعليمية المحفزة للابتكار، أكيد تطوير المناهج وأساليب التعلم والتقويم. سمعنا اليوم في ورشة من ضمن ورش شمس، وهي شبكة الموارد السعودية، كان يقول فيها المحاضر أن المعلم الضعيف هو الذي يلجأ إلى الإكثار من المحتوى الرقمي داخل مقرره. طبعا هذه المعلومة صحيحة الحق إلى حد كبير. لماذا؟ عندما لا يوظف المعلم أو المعلمة التعلم الرقمي أو الموارد البصرية أو الموارد البصرية والسمعية الموارد السمعية والبصرية أو الصوتية في عمله، فإنه بذلك عندما لا يوظفه توظيف جيد، فإنه بذلك يكون عنده حشو
داخل المقرر حقه، فبالتالي ما حيكون المقرر بهذه الجودة. إتاحة خدمات التعليم لكافة شرائح المجتمع، التواصل على مدار الساعة يضمن المتابعة، الترابط بين أصحاب المصالح المشتركة، تطوير المهارات المهنية للمعلمين، وهذا مهم جدا، يرفع من كفاءة التعليم في الفصول الدراسية ويضيف إلى القدرة الاستيعابية للمدارس الموجودة. طيب، هذا ينقلنا إلى مفهوم مهم جدا، وهو ما مفهوم المحتوى الرقمي. بالنسبة لمفهوم المحتوى الرقمي، الزملاء في الشات هنا كاتبين لا يوجد صوت، هل صوتي واضح ولا لا؟ إذا صوتي واضح أعطوني رقم واحد. تمام، إذا الصوت واضح عند الأغلب، أتوقع الزملاء اللي صوت مو إذا الصوت مو واضح عندهم، أتمنى يرجعوا يخرجوا من الغرفة ويرجعوا يدخلوا مرة ثانية. أنا سأكمل للموجودين. مفهوم المحتوى الرقمي هو المواد المعرفية المكتوبة بلغة ما، والتي تعد للنشر على شبكة الإنترنت والشبكات الأخرى، سواء كان هذا المحتوى يأخذ شكل نص أو مادة سمعية بصرية أو الأشكال والبرامج والقطع البرمجية. ويشترط في المادة أن تكون مادة موثوقة ومفهرسة بشكل يسهل التعامل معها. تحت كلمة موثوقة ومفهرسة هذه لازم نحط 100 خط. موثوقة ومفهرسة يعني تكون ضمن المشاع الإبداعي، والمشاع الإبداعي هذا الحالة يبغى له تعريف يعني كامل متكامل. طيب، إذا هذا هو مفهوم المحتوى الرقمي. أهمية صناعة المحتوى الرقمي، لماذا مهم؟ تعد صناعة المحتوى الرقمي مؤشرا حيويا على التحول نحو مجتمع المعرفة. الآن المملكة كلها تسعى إلى أن تكون، مملكتنا الحبيبة تسعى إلى أن تكون نحو مجتمع المعرفة، والمملكة مؤهلة لذلك، سواء على مستوى القادة أو على مستوى وزارة التعليم أو حتى على مستوى الأفراد وحتى على مستوى الطلاب. المملكة مؤهلة تماما أنها تنتقل إلى مجتمع المعرفة وبقوة، حيث أن إنتاج المحتوى الرقمي التعليمي وتنظيمه ومعالجته وإخراجه في قالب يناسب استخدامه في العمليات التعليمية، وإمكانية إعادة الاستخدام والمشاركة. إمكانية إعادة الاستخدام والمشاركة هذا الذي يقصد به بالمشاع الإبداعي، خطة نحو استثمار المعلومة للوصول إلى المجتمع المعرفي. هذه بالنسبة لأهميته. كيف لنا أن نثري المحتوى الرقمي العربي؟ الآن معكم تقريبا مش 3 دقائق، نقول دقيقة فقط، جاوبوا لي على الشات، أبغى أعرف كيف لنا أن نثري المحتوى الرقمي من وجهة نظركم. تفضلوا، أنا حتابع على الشات. السؤال يقول كيف لنا أن نثري المحتوى الرقمي العربي؟ تمام، تصميم وإنتاج موارد عربية، تحويل الملفات الرقمية، تمام، صناعة عروض، إنتاج دروس، ترجمة أهم ممتاز ممتاز أستاذ محمد، تحويل الكتب الورقية إلى رقمية، مقالات، ترجمة الأفلام تعليمية طبعا، نشر الموارد في المنصات التعليمية، ممتاز. طيب، لاحظت، ممتاز، التواصل الإلكتروني، تصميم القصص والمقررات عبر المواقع، إنتاج الأفلام الوثائقية، ممتاز، دمجها بالمناهج التربوية، كيف؟ المشاركة، ممتازة المشاركة هذه يا أستاذ محمد، تحويل النظريات إلى أرض الواقع، كيف؟ إتاحة الموارد للمستفيدين. لاحظت كثير كتبتوا إتاحة موارد أو نشرها على منصات. كم منصة عندي يا جماعة؟ كم منصة عندي؟ أو ما أنواع المنصات؟ الإلكترونية أقصد. عندي منصات مفتوحة المصدر وعندي منصات مجانية المصدر. ها، إيش الفرق بينهم؟ منصة دروب أستاذ يحيى هذه نوع من أنواع المنصات، لا أنا أقصد تصنيف المنصات بصفة عامة، رواق ومارس وشمس وعين، نعم أقصد الرخص.
نعم أقصد الرخص وليس الأمثلة. دروب، مهارة، إثراء، رواب، مدفوعة ومجانية. لا هي مفتوحة المصدر ومجانية المصدر. إدراك، المفتوحة الكل يقدر يضيف، وكمان إيش يسوي غير إنه يضيف؟ يعدل ويصمم ويعيد برمجتها، نفس الكلام اللي أول قلناه. المجانية فقط يستخدم الرخص، نعم أقصد رخص المشاع الإبداعي، صحيح. أستاذة مريم ممتاز، إعادة النشر، يقوم بنشرها، حقوق النشر مع إمكانية التعديل، ممتاز، هو هذا بالضبط. المشاركات، تمام، ما شاء الله عليكم، ممتاز. طيب إذا هنا كيف نثري المحتوى الرقمي العربي؟ أنتم عارفين في آخر إحصائية اللي هي إحصائية 2018 اللي ظهرت على المحتوى الرقمي الموجود على يعني عالميا، لو تلاحظون إنه الصورة موجودة، لو كتبتوها في جوجل حتطلع لكم الصورة، لو كتبتوا المحتوى الرقمي العربي سيظهر لكم نقطة نقطة، والناس المستفيدين سيظهر لك دائرة حوله كبيرة جدا. إذا المستفيدين كثير والمحتوى العربي بسيط جدا جدا مقارنة بالمحتويات باللغات الأخرى، كالمحتوى باللغة الإنجليزية أو حتى باللغة يعني حتى الألمانية أكثر من اللغة العربية. لذلك إثراء المحتوى الرقمي العربي هذا مهم جدا، يتزايد استخدام الانترنت وسيله للحصول على المعلومات باستمرار في حياتنا اليوميه، العمل على ابقاء اللغه العربيه لغه حيه. ضروري جدا ان احنا نستخدم اللغه العربيه في جميع العروض. للاسف الشديد كثير من المتخصصين من ضمنهم انا في 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 بدايه نشري على الانترنت كنت دائما انشر باللغه الانجليزيه، وهذا ما يساعد على اثراء المحتوى الرقمي العربي. ضروري لما نحاول ننشر على الانترنت محتوى رقمي لابد ان يكون باللغة العربية، ذلك يساعد في اثراء المحتوى الرقمي العربي. امكانية مساهمة المنطقة العربية بصناعة المحتوى الرقمي العالمي، وجود سوق هامة لتسويق برمجيات وتطبيقات المحتوى الرقمي، قرابة 350 مليون نسمة يستخدمون هذه البرمجيات، فضروري جدا تكون هذه البرمجيات باللغة العربية، ذلك يساعد على إثراء المحتوى الرقمي العربي. توفير فرص عمل جديدة للشباب عن طريق تشجيع صناعة المحتوى الرقمي العربي، وهذا ما تفعله المملكة وكثير من الدول المهتمة بإثراء المحتوى الرقمي. أنا هرجع للشات في آخر كل جزء، لما قلنا 30 دقيقة في آخر كل جزء ستكون هناك مناقشة. هذه بالنسبة لإثراء المحتوى الرقمي العربي، أنواع المحتوى الرقمي. عندي 4 أنواع للمحتوى الرقمي. إذا أضفت نص فأنا أضفت محتوى رقمي، أو صورة، الصورة بكل أنواعها، أنا هنا أتحدث عن كل أنواع النصوص، كل أنواع الصور، وأيضا كل الأصوات، وأيضا الفيديو بكل أشكاله وأنواعه. إذا المحتوى الرقمي هو عبارة عن نص، صورة، صوت، فيديو، هذه هي أنواع المحتوى الرقمي. الآن معنا تقريبا 5 دقائق أو أقل قليلا للمناقشة في المحور الأول، وبذلك نكون انتهينا من المحور الأول وهو أهمية المحتوى الرقمي وتعريفاته. سأدخل الآن على الشات أشوف ملاحظاتكم. نعم الندوة مسجلة، تقريبا أنواعها قريبة من مكونات الوسائط المتعددة. نعم صحيح. ما هي الوسائط المتعددة، وما الفرق بينها وبين المحتوى الرقمي، وأيهما أشمل؟ أيهما أشمل، المحتوى الرقمي أشمل ولا الوسائط المتعددة أشمل؟ الوسائط المتعددة نوع من أنواع المحتوى
الرقم الوساطة هي منتج يدمج بين النص والصورة والصوت. نعم، الوساطة المتعددة هي تقريبا 7 عناصر، لكن أهمها هذه الأربعة العناصر. المحتوى الرقمي أشمل ما الفرق؟ المحتوى أشمل وأكثر مجالات، صحيح، تمام. شوف، طيب، إحنا قلنا إنه المحتوى الرقمي له 4 أشكال: نص وصوت وصورة وفيديو، صحيح؟ أيهما أفضل من بعض؟ في الأفضلية أيهما أفضل من بعض؟ قدرته على إيصال معلومة أكبر، ممتاز. المحتوى الرقمي، الفيديو لأنه يشمل الجميع، الفيديو مع الصوت كلها تكامل بعض، ممتازة أستاذة هناء. أتوقع الذي يجمع بينهم الدمج بين المشاركات بجميع الحواس. يا معلمين، إحنا دايما إيش نقول؟ كيف أختار؟ طيب، هأعيد السؤال مرة ثانية بطريقة أخرى. كيف أختار الوسيلة المناسبة لدرسي؟ إحنا أول قلنا المعلم الذي يحشو، يسوي حشو ويدمج كثير من التقنيات، وأنا متخصص التقنيات، يدمج كثير من التقنيات إحنا نعتبره ضعيف، اللي يدمجها على الفاضي والمليان. أنا أقصد الاختيار الذكي هو المهم وهو الفيصل في المحتوى الرقمي. لازم أكون ذكي أثناء ما أنا أختار محتوى إلكتروني، يعني مو أي صورة أشوفها تعجبني أحطها، مو أي فيديو، وهكذا. أستاذة فاطمة، ممتازة أستاذة فاطمة، جابت حسب الأهداف، حسب المستوى، حسب الهدف، حسب الطالب والدرس، حسب المحتوى أختار، يعني حسب الأهداف. ما يحركني هو الأهداف، أنماط الشخصية للطلاب. أستاذة سميرة، لأن بعض الأحيان تكون التجربة أبلغ. أستاذة عائشة، المهم توظيف الوسيلة مراعاة عدم التشتيت. الأهداف بالإضافة إلى حاجات الطلاب. أستاذة ريما وصفاء، مراعاة فروق الفردية. طيب، سنكتفي الآن بهذا القدر من المناقشة، وسننطلق إلى المحور الثاني من ورشتنا بأمر الله. تلخيص للمحور الأول: أخذنا في المحور الأول أهمية المحتوى الرقمي، وأخذنا إثراء المحتوى الرقمي العربي وسبله وأهميته، وأخذنا في آخر شيء أنواع المحتوى الرقمي، وقلنا المحتوى الرقمي هو عبارة عن 4 صور: صوت وصورة ونص وفيديو، وقلنا أختار منها، كلها طبعا مهمة وكلها تتكامل، لكن أختار منها ما يناسب هدفي التعليمي. دائما هدفي التعليمي هو الفيصل. طيب، إذا كان هدفي التعليمي هو صورة، فبالتالي سأركز على المحتوى الرقمي البصري، وهو محاضرتنا اليوم أو ندوتنا اليوم تركز على المحتوى الرقمي البصري. المحتوى الرقمي البصري يعني أنتج صورة ثنائية الأبعاد أو حتى ثلاثية الأبعاد، وهنا أنا ممكن أضيفها للفيديو. إذن رقم واحد إني أنا أنتج محتوى بصري. طيب، كيف أنتج محتوى بصري؟ اليوم أنا اخترت لكم مثلا 3 أنواع. اخترت لكم سحابة الكلمات اللي هي وورد كلاود، واخترت البوسترز، واخترت الانفوجرافيك التفاعلي، على اساس ان احنا نختم بالتفاعلي فيكون اكثر قوة. انا شايف الشات يتحرك، وانا قلت انه احنا، استاذة عايدة شوفي اجاباتي. طبعا استاذة عايدة غنية عن التعريف، ما شاء الله عليها، اكيد استاذة عايدة. تمام، الآن أنا حوقف في الشات وحننطلق للجزء الثاني أو المحور الثاني من ورشتنا اليوم. سنتحدث فيه عن سحابة الكلمات. ماذا أقصد بسحابة الكلمات؟ يمكن تعريف سحابة الكلمات على أنها مجموعة من الكلمات المنظمة عشوائيا أو بإعدادات مسبقة.
هي تظهر لنا أنها، شوفوا مثلا صورة العصفور وصورة الخريطة التي أمامكم هنا، هي هذا عبارة عن خريطة. إحنا نلاحظ أن هي منظمة عشوائيا، لا هي ما تجي كلمة منظمة عشوائية مع بعض، لكن في سحابة الكلمات هي فعلا هي منظمة بطريقة عشوائية، تظهر لنا أنها عشوائية لكن هي منظمة، والآن حنشوف مع بعض كيف. بإعدادات مسبقة حيث يمكن إدراجها ضمن قوالب جاهزة مع إمكانية اختيار ألوان وخطوط مختلفة، وأحيانا تسمح بعرض الكلمات الأكثر تكرارا في نص معين. كلما تكررت الكلمة أكثر كلما ظهرت بحجم أكبر في سحابة الكلمات. لو لاحظتوا سحابة الكلمات التي على اليمين، الكلمات الكبيرة فيها كانت الكيمياء، الرياضيات، القرآن. هذه معناتها إنه الكيمياء أكثر تكرارا. شوفوا كلمة الفيزياء هنا جاءت صغيرة، معناتها إنها أقل تكرارا. نفس الشيء الباوربوينت في الصورة التي على اليسار، الباوربوينت كان كبير، فبالتالي معناته إنه تكرار له أكثر. شوفوا فورم جاءت صغيرة، معناته إنه تكرار لها أقل. طيب، ما هي المواقع التي تصمم سحابة كلمات؟ وما الفرق بين هذه المواقع؟ مواقع كثيرة جدا، على الجوال في وورد كلاود، على الكمبيوتر في وورد كلاود. أنا اخترت لكم موقع جميل جدا ومهم جدا لأنه تعليمي. إحنا في النهاية راح نبدأ بمين؟ إحنا يهمنا كثير إنه يكون أي تقنية نستخدمها إنها تفيدني في التعليم. أنا ما أبغى تقنية ما تفيدني كمعلم. طيب تعالوا نشوف الموقع اللي اخترته لكم وإيش مميزاته. كيف يمكن للمعلم الاستفادة من سحابة الكلمات في دروسه؟ أول حاجة وأهم حاجة استخلاص الأفكار استخلاص الأفكار من الطلاب بطريقة شيقة جدا وممتعة جدا. هذا ممكن تستخدم سحابة الكلمات في بداية الدرس. أنا شخصيا استخدمتها أمس في محاضرتي مع طالباتي وكانت ممتعة جدا، والآن حوريكم كيف. استخدام سحابة الكلمات في جلسات العصف الذهني مع الطلاب مهمة جدا. مساعدة الطلاب في أنشطة الكتابة بإدراج كلمات تنتهي إلى حقل دلالي معين، هذه في اللغات هامة جدا، سواء اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية. استطلاع رأي الطلاب حول موضوع معين رائعة، لما تستخدموها كاستطلاع رأي، ترسل السؤال للطلاب وتلاحظوا تكون السحابة كلمة فكلمة فكلمة أمامك على الشاشة، الطلاب يجاوبوا وتتكون السحابة كلمة كلمة. سنقوم بها الآن كلنا مع بعض إن شاء الله. إدراجها في الملصقات التعليمية لتوصيل فكرة معينة للطلاب، وهذا ما سنفعله في ورشتنا اليوم. ورشتنا اليوم عبارة عن تكاملية، أخذنا الجزء النظري اللي هو المحور الأول، الآن إحنا في المحور الثاني اللي هو سحابة الكلمات. نحن ننتقل من الأسهل للأصعب، فحناخد سحابة الكلمات الجزء الثالث، حناخد البوستر التعليمي. سحابة الكلمات اللي حنكونها الآن مع بعض حناخدها ونضعها في البوستر التعليمي اللي هو في الجزء الثالث، والبوستر التعليمي اللي حنكونه في الجزء الثالث حناخده وحنحطه في الانفوجرافيك اللي في الجزء الرابع. لذلك احنا نقول ان محاضرتنا اليوم هي محاضرة تكاملية، كلها كل محور فيها يصب في المحور الاخر، تم بنائها على هذا الاساس. طيب الان حابة افتح الشات معاكم لمدة دقيقة فقط قبل ما انطلق في التطبيق العملي. هفتح الشات هشوف إذا عندكم أي سؤال، بعدين ننطلق في التطبيق العملي. المحتوى في الكلمات الأضخم، بريك للصلاة. أيوة طبعا، أذن العشاء حسب المنطقة يا جماعة اللي إحنا فيها، إحنا في المدينة أتوقع لسه ما أذن. أشوف بس الصلاة. المدينة أذن عندنا. طيب ناخذ كم، 10 دقائق للصلاة، شو رأيكم؟
كافي 10 دقائق يا جماعة. إذا كافي الدنيا واحد. تمام. إذا 10 دقائق إن شاء الله للصلاة. الآن 7:30 تقريبا، 57 دقيقة سنعود علشان يمدينا نخلص كل المحاور إن شاء الله للورشة اليوم. سنبدأ على طول بعد الصلاة في التطبيق العملي مباشرة. سأضع لكم الرابط في الشات، تفضلوا للصلاة. الآن سأغلق الصوت وبعد 10 دقائق سأفتحه بأمر الله، وسأضع لكم رابط التطبيق العملي على الشات وسأشرحه بعد الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله صالح الأعمال. بعد العودة من الصلاة كنا توقفنا قبل صلاة العشاء عند التطبيق العملي في المحور الثاني من محاور هذه الندوة وهو الوورد كلاود، وبدأنا نتكلم عن الوورد كلاود وقلنا عن تعريفها وقلنا كيف ممكن يستخدمها المعلم في تدريسه. سنبدأ الآن في التطبيق العملي، وكنا للزملاء الذين انضموا لنا حديثا في هذه الندوة كنا تكلمنا أن ندوتنا اليوم هي عبارة عن 4 محاور، كل محور له تطبيق عملي وله مناقشة بعد كل محور بأمر الله. الآن سنبدأ في التطبيق العملي للمحور الثاني للورشة. طبعا أول شيء عشان ندخل الورد كلاود حندخل على أنسر جاردينج اللي هو هذا الموقع، بعد ذلك سيظهر لنا هذه النافذة اللي هي واجهة الموقع. بدون أي تسجيل فقط نختار علامة الزائد الموجودة أمامكم هنا، بعد ذلك سنكتب السؤال هنا. طيب، ما الفرق بين هذا الموقع والمواقع الأخرى التي تصمم الورد كلاود؟ احنا قلنا ورشتنا اليوم هي عبارة عن وورد كلاود، عبارة عن بوسترز، عبارة عن انفوغرافيك. في مئات المواقع التي تصمم الورد كلاود ومئات المواقع التي تصمم البوسترز. لماذا اخترنا هذا الموقع بالذات؟ هذا الموقع لو لاحظتوا انه تفاعلي، بمعنى انه يشرك الطلاب في العمل. هنا المعلم يكتب السؤال الذي يريد. مثلا في ورشتنا اليوم الآن حنصمم إحنا مع بعض وورد كلاود، حنكتب فيها مثلا ما أكثر محتوى رقمي تستخدمه أنت في تعليمك. مثلا حتكتب السؤال هنا وحتنزل في الخيارات، حتضغط رقم 3 عند كرييت. إيش اللي حيصير بعد كرييت؟ سنلاحظ أنه ستظهر لي هذه النافذة. يفترض أن الطلاب يكتبوا الجواب في هذه النافذة. أنت كمعلم ستأخذ هذا الرابط اللي هو عبارة عن Word Answer Guarding، وجنب الرقم هو عبارة عن رقم هذا السؤال الموجود. فأنت ستأخذ هذا الرابط وترسله للطلاب، وتلاحظ تكون هذه السحابة كلمة كلمة. أول لما قلنا من مميزات الورد كلاود في هذا الموقع بالذات أنه يعمل عملية عصف ذهني للطلاب، أو يعمل عملية تشويق للطلاب. أنت كمعلم وأنت والطلاب إذا أرسلت لهم الرابط هذا اللي هو رابط السؤال وبدأ الطلاب يجاوبوا، ستلاحظ أنه الكلمات ستتكون أمامك كلمة كلمة. بعد ذلك الآن أنا حشرحها نظري بعدين حنطبقها مع بعض. بعد ذلك ستظهر هذا السؤال اللي أنا أمس كنت منزلته لطالباتي في المحاضرة. كنا أخذنا في مقرر إنتاج المواد الرقمية، وطلبت منهم إنهم يدوني التطبيقات اللي سووها. فلو لاحظتوا إن كلمة باوربوينت جات كبيرة، معناتها إنه أكثر الطالبات صمموا باوربوينت وأكثر الطالبات صمموا وورد. قليل من الطالبات صمموا إكسس، وقليل من الطالبات صمموا سوي، وقليل منهم سووا فورم وإكسل وون نوت، جاءت صغيرة لأن تكراراتها قليلة. فهنا تتكون الإجابات خطوة خطوة تظهر أمامك. الخطوة الثالثة الخطوة الثالثة عشان نخلي فيه شكل للسحابة احترافي، ف
فحنختار ثاني خيار من تحت اللي هو export، وحنضغط على ثالث خيار بعد export عشان يظهر لنا الشكل. هنا ستظهر أمامنا إضافة لابد من تثبيتها على الجهاز، وهي تثبيت واحدة مرة، وهذه الإضافة عبارة عن إضافة بسيطة جدا لجهازنا عشان تظهر عندي سحابة كلمات احترافية. عندي نوعين من سحابة الكلمات، عندي سحابة كلمات عادية اللي تظهر أساسا كلمة كلمة والطلاب يجاوبوا على الرابط اللي أنت كمعلم ترسل لهم، ستتكون الكلمات كلمة كلمة أمامك بطريقة مشوقة جدا، لكن ستظهر جميعها باللون الأسود وليس لها شكل أو شيب معين. هذه الإضافة تسمح لك أن يكون لك شكل معين زي اللي أنت تبغاه، شكل جديد وأيضا ألوان، فستظهر سحابة الكلمات بطريقة أكثر احترافية. بعد ذلك سيتظهر لنا أشكال كثيرة، نختار شيب طبعا، ومن شيب ستظهر عندي أشكال كثيرة جدا زي العصفور اللي قبل شوي احنا كنا حاطينه في الورشة. هذا صممنا أنا وطالباتي. إذا كنت عند مدرس جغرافيا مثلا ممكن تختار خريطة، وهكذا اختار من الأشكال اللي أنت تبغاه. بعد ذلك سيظهر الشكل اللي أنت اخترته. بعد ذلك نسوي عملية سيف أو حفظ للشكل. سنختار من فوق سيف ونختار إيمج، وبعد ما نختارها نختار المكان اللي أنا أبغى أحفظ فيه. هذه كلها أمس أنا وطالباتي طبقناها وسويت لها كابتشر ونزلتها لكم على ورشة اليوم. وطبعا ممكن تنزل سحابة الكلمات عندك على الكمبيوتر وتستخدمها في البوستر. زي ما قلنا ورشتنا اليوم هي تكاملية، حناخذ السحابة سنضعها في البوستر، وحناخذ البوستر سنضعه في الانفوجرافيك. هي عبارة عن مراحل منفصلة مرتبطة. ممكن مباشرة الشكل اللي انت اخترته تضعه في روابط المشاركة. طيب الآن سنبدأ في التطبيق، وسأفتح الشات. طيب أوكي. الآن أنا صممت سؤال على الوورد كلاود وأبغى أفتحه معاكم وأرسل لكم الآن الرابط على الشات، أبغى منكم تجاوبوا عليه. حاضر، الآن أرسل لكم، أهو أرسلته. الآن أبغاكم تدخلوا على هذا الرابط اللي أنا وضعته بعد الإنشاء. هل لابد من نشرها وفقط أي أحد يدخل؟ لا لا، ما تحتاجي تنشريه، أنت حتحطيها أستاذة نوال على، حينزل على جهازك كأنه صورة أنت صممتيها، جهازك محفوظة لك حقوق ال، هو الرابط أستاذة سميرة. أرجع أنسخ وأحط لكم مرة ثانية. أوكي حتى دكتورة فايزة تقول ما وصل للرابط. طيب أوكي أضع لكم على ال، أنا قاعد أحط الرابط هنا أهو. ما يظهر، ما وصل. فين تبغى أحط لكم الرابط؟ على تويتر الزملاء هنا. أنا وضعت لكم الرابط هنا على على الشات. ها طب دقيقة، لا تسوي شاتنج عشان يظهر لكم أهو. هذا هو الرابط. واضح الرابط يا جماعة؟ ما ظهر، سميرة تقول ما ظهر. طيب أوكي، إيش اقتراحكم نضعه على تويتر؟ اديني جوالي يا عبد الرحمن. أوكي على الشات أفضل، هو أنا وضعت الآن على الشات. هذا هو الرابط اللي المفروض تدخل عليه وتجاوبه.
طيب من اللي ظهر عند الرابط؟ اللي ظهر عند الرابط يديني واحد. أهو الآن وضعت أنا الرابط. طيب ما اقتراحاتكم؟ أضعها على العرض، على تويتر؟ حاضر. طيب أنا كنت أبغى أنشأ الهاشتاج في نهاية الورشة، الآن حنشأ الهاشتاج الآن. سنضعه تحت هاشتاج ورشتنا اللي تكلمنا عنها. نعم هذا هو الرابط. شكرا أستاذ غزيل. احنا كنا حابين ننشأ الهاشتاج في نهاية الورشة، بس حننشئه الآن، اللي هو هاشتاج تصميم المحتوى الرقمي. تصميم المحتوى الرقمي البصري. أنا شايفة في كثير من الزملاء جاوبوا على السؤال. أسوي لكم مشاركة. ما نوع المحتوى الرقمي الذي تستخدمه في عملك؟ لاحظت كلمة الفيديو بدأت تظهر، وأيضا أنت حتجاوب هنا. كلمة الفيديو والصوت. بدأ يجاوب الزملاء. انفوجرافيك
شايفين الفيديو؟ اثنين جاوبوا فيديو، وورد واحد، انفوجرافيك واحد. بدأت تتكون الآن سحابة الكلمات من إجابتكم. فالزملاء اللي ما جاوبوا الآن أرسل لهم هي على تويتر. نزلتها لكم على تويتر. نرجع نشوف السحابة اللي تكونت. راح أنزلها على الهاشتاج، هاشتاج تصميم المحتوى الرقم البصري. هي كانت فكرة إن إحنا ننشأ في آخر الورشة، لكن إحنا حننشأ الآن إن شاء الله. أنشأنا الآن، سأضع لكم الرابط. طيب الزملاء ممكن أرجع أشوف السحابة اللي تكونت. انفوجرافيك، صوت، فيديو. طيب ما شاء الله، شايفين؟ واضحة الصورة أمامكم يا جماعة. تكونت سحابة كبيرة جدا. أسئلة تفاعلية، باوربوينت. باوربوينت أخذت 11 خيار، الفيديو أخذ 14، الصورة 8، تطبيقات جوجل، مجموعات جوجل، الأسئلة التفاعلية، منصة تعليمية، انفوجرافيك. ممتاز ممتاز. وكل مرة جاوبوا فيها تكبر هذه السحابة. طيب أنا الآن عندي خيارين. السحابة الآن تكونت أمامي، بس بتأكد أنكم شايفين الصورة. حدخل على الشات. طيب الآن أنا تكونت الصورة أمامي، الصورة بهذا الشكل أو الإجابة بهذا الشكل اللي أنتم جاوبتوها. هذه أصبحت مين؟ أصبحت سحابة كلمات. أنا أقدر أسوي عملية اقتصاص لهذه السحابة وأستخدمها مباشرة. لكن عندي إضافة جميلة جدا اللي تكلمنا عنها قبل شوية، علشان السحابة تكون ملونة وتكون لها شكل أو شيب معين. هنا أنا حختار ثاني خيار من هنا زي ما تكلمنا أول، اللي هو مين؟ إكسبورت. حختار إكسبورت، وحختار ثالث خيار معايا. بعد ذلك ستظهر لي هذه الإضافة. أنا هذه الإضافة طبعاً أنا ضيفتها عندي على كمبيوتري الثاني، لكن اخترت اليوم في ورشتنا أني أسويها معاكم. فحضغط، مجرد ما أضغط عليها إيش يصير؟ حتنزل الإضافة، بسيطة جدا وسريعة جدا. أثبتها على جهازي. تمام، الآن اثبتت على الجهاز. خلاص، بعد التثبيت حختار طبعا ويندوز او ماكنتوش. طبعا انا اخترت ويندوز. بعد التثبيت ايش اللي حيصير؟ حختار الشكل زي ما اول تكلمنا في الشرح.
احنا حناخذها الان ونحطها على الوسم زي ما تكلمنا قبل شويه، بس حنتظر التثبيت. تثبيتها ما حياخذ وقت طويل. نشوف الساعه. انتهى تثبيت. نرجع للسحابة اللي احنا تكلمنا فيها. تطبيقات جوجل كورس لاب، ممتاز. الواقع المعزز، رائع الواقع المعزز في التعليم. الآن فيه مشروع كبير بين الوزارة وبين بعض الجامعات لتحويل الكتب إلى واقع معزز، خاصة كتب اللغة الإنجليزية. طيب بعد ما نخلص إيش اللي حيصير؟ حنختار بعد ما نثبت الأداة. أهي خلاص اتثبتت الآن عندي على الجهاز، حسوي لها تشغيل. أنا قاعدة أطبق الآن معاكم، أنا اخترت إني أطبقها على هذا الجهاز اللي أساسا هي ما هي موجودة فيه. بعد ذلك أسوي عملية تثبيت، جاري التثبيت، ما حتاخذ وقت طويل لأنها إضافة خفيفة ومن مايكروسوفت. خلاص تم التثبيت. إيش حنسوي؟ حنرجع مرة ثانية للإكسبورت. وحنختار ثالث خيار زي ما تكلمنا عنه قبل شوية. وحنختار الشيب اللي احنا تكلمنا عنه. ممكن تعيد لو سمحتي؟ ايش اعيد؟ اعيد كيف سويناها للسحابة. اوكي ثواني بس افتح العرض، اسوي مشاركة لكم على العرض، لان احنا قاعدين نتنقل بين العرض وبين المشاركات. احنا الان في نهاية المحور الثاني. طيب للزملاء اللي يطلبوا اعادة لسحابة الكلمات، أنت مجرد حتدخل على هذا الرابط Answer Garden، ما يحتاج أبدا تسجيل دخول. ستختار علامة الزائد، بعد ذلك ستضع سؤالك للطلاب الذي تريد أن يظهر لهم ويجاوبوا عليه زي ما احنا مسوينا. بعد ذلك ستختار Create، بعد ذلك ستنسخ السؤال وترسله للطلاب، الطلاب يجاوبوا هنا، فتتكون عندك سحابة الكلمات. عشان يكون لها شكل وألوان مختلفة ستختار إكسبورت وتختار ثالث خيار. بعد ذلك يوجد إضافة تثبت مرة واحدة على الجهاز، تختارها. بعد ذلك تختار الشيب اللي أنت تبغاه. بعد ذلك تختار السيف، وهنا ممكن تسيفها على جهازك وممكن تسوي لها شير، يعني هو يا سيف يا شير. سيف تسيفها على الجهاز على طول عندك وتستخدمها في استخداماتك المختلفة، في دروسك، في عرض الباوربوينت، في البوستر، في الانفوجرافيك، whatever، ما كل اللي تبغاه. أو ممكن تسوي لها مشاركة، لو سويت لها هنا تسوي لها سيف، أو نسوي لها مشاركة مباشرة على السوشيال ميديا. طيب الآن بالنسبة لي المحور الثاني، المحور الثاني يفترض ان احنا الان حنناقش لمده 3 دقائق، وبعدين سننطلق للمحور الثالث عشان نلتزم بس بوقت الورشه، لان احنا قلنا ساعتين كل ساعه. كل محور له نصف ساعه. طيب أعيد الصورة 11، أوكي 5 و9. طيب عشان نلتزم بس بوقت الورشة، إيش رأيكم؟
أي تطبيق عملي أحول فيديو أنزله على الهاشتاج، على هاشتاج الورشة. هاشتاج الورشة إحنا كتبنا فيه، الآن أنشأنا أنا وإنتو الهاشتاج أثناء الورشة. كل العروض هذه العملية سأحولها إلى فيديو أو حتى باوربوينت زي ما هي كذا، أو صور، وأنزل لكم هي صور متسلسلة على الوسم، على الهاشتاج حق الورشة. تمام؟ تمام، عشان بس نلتزم بوقت الورشة، لأن عندنا كمان محورين ودي تاخذوها كلها، يعني ودي تاخذوا تصميم المحتوى البصري بشكل متكامل، يعني ما نبغى ناخذ واحد شيء فقط. طيب، وهذا دعم للمحتوى الرقمي، صحيح، هذا دعم للمحتوى الرقمي العربي. تمام، إذا حوقف في الشات الآن، حنرجع لورشتنا. بذلك نكون انتهينا من المحور الثاني للورشة. إذا في المحور الأول مراجعة سريعة، أخذنا المحتوى الرقمي بصفة عامة يعني كمقدمة نظرية، وسوينا له مناقشة. بعد ذلك أخذنا المحتوى الرقمي البصري، أول نوع له وأبسط نوع اللي هو سحابة الكلمات. سحابة الكلمات أقدر استخدمها استخدامات كثيرة، هنا كثير سألوني كيف استخدمها. أقدر استخدمها أي استخدام أنا أبغاه، يعني أنا أذكر واحدة من طالباتي استخدمتها في أنها صنعت اسمها ووضعت داخل مين؟ داخل سيرتها الذاتية. كثير من الورش التدريبية مثلا يسوي سحابة كلمات باسم الورشة ويضعها. أيضا في الشيب نفسه لو لاحظتوا يسوي لي الشيب وانعكاس، يعني ممكن يكون داخل الشكل هو الكلمات أو حتى خارجها وداخلها مفرغ. ممكن في المفرغ هذا أنا أضع السؤال وأخلي الإجابات حوالينا. الآن يفترض أنه إحنا أعدينا هذه الورشة بحيث زي ما قلت لكم تكون مترابطة ومتكاملة. الآن سنأخذ مع بعض المحور الثاني، المحور الثالث أقصد من الورشة، وهو الملصق الرقمي. يفترض أنه الورد كلاود اللي إحنا سويناها في المحور الثاني سنأخذها ونضعها في المحور الثالث اللي هو الملصق الرقمي. الملصق الرقمي وما أدراك ما الملصق الرقمي، وكيف ممكن أستخدمه أنا كمعلم في التعليم، وكيف ممكن يفيدني. الملصق الرقمي مهم جدا جدا وبسيط جدا جدا. الملصقات هي وسيلة تعبير بصرية. بصرية إذا هي تنتمي إلى المحتوى الرقمي البصري اللي هي صلب شغلنا اليوم. توظف للتعبير عن فكرة أو موضوع معين. إذا هي يفترض أن الملصق الرقمي يدور حول فكرة واحدة عن طريق الصورة أو الرسوم أو العبارات الموجزة. يفترض أنه في الملصق الرقمي كل ما كانت العبارات موجزة كل ما كان أفضل. إذا هو تعبير بصري، لذلك هو يتبع لي المحتوى الرقمي البصري. يشمل صور ورسوم. صور ممكن تكون الورد كلاود اللي احنا نسويها في المرة الأولى، ممكن نضيفها لي الملصق الرقمي بحيث تجذب نظر من يشاهدها وتشد انتباهه للموضوع وتوظف لتحقيق هدف معرفي واحد فقط. وهذا هو الخطأ الشائع الذي يقع فيه كثير من يصمم ملصقات رقمية. يعني أذكر كنت محكمة في كثير من المؤتمرات، وطبعا من ضمن المؤتمرات كان تصميم بوسترز معينة، فكثير من البوسترات كانت خطأ. لماذا؟ لأنها لا تعالج فكرة واحدة فقط. البوستر هدفها الأساسي، أو كيف تعدي بوستر جيد أو بوستر حقيقي، لازم يكون ذو هدف معرفي واحد فقط. قد تدعو إلى موضوع معين أو تحذر من موضوع آخر أو تشرح موضوع معين بصورة معبرة وعبارات موجزة. هذا هو الملصق الرقمي. طبعاً الملصق الرقمي إحنا نديه في ورش مستقلة وكاملة. قد يكون استطلاع رأي ممكن، لما ليش لا؟ استطلاع رأي يا ريم، أستاذة ريم، ممكن يكون أقرب في الورد كلاود من إنه يكون بوسترز. البوسترز لا، البوستر يحذر من فكرة معينة أو يوضح فكرة معينة أو يشرح موضوع واحد معين. تمام؟ وضحت الصورة يا جماعة؟ كثير من الناس اللي يشتركوا في المؤتمرات لما نجي نحكم لهم البوسترات حقتهم، نلاحظ إنه عندهم
كلام كثير داخل البوستر، وهذا من الأخطاء الشائعة ترى، ومن الأشياء اللي دائما المشاركين يقولوا ليش البوستر حقنا ما قبل في هذا المؤتمر، أو لماذا بعض البوسترات تكون في المقدمة. لو لاحظتم إحنا دائما حتى لما نجي في لجان التحكيم في المؤتمرات، بعض البوسترات تأخذ جائزة. لماذا؟ لأنها تحقق هذا الكلام، أنها تحقق هدف معرفي واحد، تدعو إلى موضوع معين واحد، الكلمات موجزة والعبارات فيها، الصور والرسوم تكون فيها كثيرة. أرجو أنه هذه الفكرة تكون واضحة أمامكم. ما هي مواصفات الملصق الرقمي الجيد؟ كيف أحكم على هذا الملصق أنه جيد وهذا غير جيد؟ إحنا في لجان التحكيم دائماً اختيار عنوان مناسب للملصق بحيث يعكس الموضوع المعالج بدقة، وإحنا اتفقنا أول أنه موضوع واحد فقط. الشيء الثاني، يتصف محتواه العلمي بالدقة، وهذا ضروري جداً، ضروري جداً في أي محتوى رقمي سواء بصري سمعي مرئي، لابد من مراعاة الدقة في المحتوى الرقمي وحقوق الملكية والمشاعر الإبداعي، هذا ضروري جدا يكون واضح أمامنا. معالجته لفكرة علمية أو تعليمية واحدة فقط. إعداد الملصق بمقاسات مناسبة تسهل مشاهدته وقراءة عبارته من طرف الجميع. هذه الخطوة الرابعة، للأسف الشديد كثير من الناس يقعون في خطأ فيها. أنا الآن هعلمكم هي بطريقة سهلة مرة وبضغطة زر، ما تقدري تغلطي فيها. أنواع الملصق الرقمي حنطبقها مع بعض. أنواع الملصق الرقمي، عندي نوعين من الملصق الرقمي، ملصق رقمي عرضي وملصق رقمي طولي. الملصق الرقمي العرضي كما يظهر لكم في الشاشة الآن، يكون لديك محتوى كبير وعدد من الرسومات، فإن الملصق العرضي يكون هو الاختيار المناسب. إذن عندي نوعين من الملصقات، يا إما بالعرض يا إما بالطول. كيف أختار؟ على أي أساس؟ على أساس المحتوى. إذا كان محتواي كبير أنا أختار الملصق العربي العرضي، إذا كان محتواي قليل أو معتدل ليس فيه كثير من المعلومات لكن فيه رسوم أبغاها تكون هي الواضحة، فأختار المحتوى الرقمي الطولي. لأن كثير يسألوني أحياناً على أي أساس أختار محتوى طولي بالطول ولا بالعرض؟ لا، أنا أختار حسب مين؟ حسب المحتوى. طيب، قبل شوية قلت لكم أن من مواصفات الملصق الرقمي ضروري يكون في التكبير يكون واضح، يعني ما يبكسل، يعني ما يغبش، لأنه بعض الملصقات لما أجي أكبرها ما تظهر الكلمات فيها، تبدأ تغبش، وهي A4 أو A3 تمام. لذلك أنا أختار السايز المناسب اللي هو يا A0 يا A1، والأفضل يكون A0. A0 شوف المقاسات الآن موجودة أمامكم على الشاشة، وممكن حتى هذه الصورة أضعها لكم على الهاشتاج. هذه الصورة تحدد لنا أحجام الملصقات المتعارف عليها. طيب، ما هي أفضل مقاس يا دكتورة؟ أفضل مقاس A0. A0، اختاري مقاس A0. لما اختار مقاس الـ A0 ايش يصير؟ وهي صغيرة وهو صغير، يعني طبعت على ورقة A4، طبعت على ورقة A3، طبعت على بوستر او ستاند كبير، عرضت على شاشة. الآن كل البوسترات الكترونيك في المؤتمرات، اذا طبعتها ايضا عرضتها على الشاشة ما حتغبش وما حتبكسل، حتكون بذات الوضوح بذات الريزوليوشن. طيب، الآن حنصمم مع بعض ملصق رقمي لأحد الموضوعات الدراسية، تطبيق عملي. طيب، قبل ما أنطلق للتطبيق العملي حندخل على هذا الموقع، ومرة أخرى أسألكم لماذا اخترنا هذا الموقع. هذا الموقع الجميل فيه، هناك مئات المواقع التي تصمم البوسترات، هذا الموقع الجميل فيه أنه يعطينا كل المقاسات اللي احنا تكلمنا عنها، ويعطيني كل الأشكال اللي أنا أبغاها. يعني إحنا قلنا عندي ملصق عرضي وعندي عرضي وعندي ملصق طولي، هذا يديني أشكال الملصق العرضي ويديني أشكال الملصق الطولي ويديني كل الأحجام اللي أنا أبغاها، هذا بالإضافة إلى الملصق النجمي، ويديني كل الألوان اللي أنا أبغاها واختياراتها، بالإضافة إلى أن ينزلها لي على شكل باوربوينت، فبالتالي حيكون التعامل معها سهل جدا جدا. فبالتالي أنا اخترت لكم هذا الموقع
لهذه الأسباب. إذن ليس هذا الوحيد الذي يصمم بوستر، ولكنه الأفضل. طيب الآن حنبدأ في التطبيق. قبل التطبيق حناخذ مناقشة كذا سريعة على الشات معكم، دقيقة فقط للمناقشة، أهم شيء اللغة العربية. طيب الآن إحنا تكلمنا، أضع لكم الرابط، حاضر هضع لكم الرابط في الشات، وحضع لكم الرابط. سارة، ممتاز يا سارة، شكرا لك. سارة وضعت لنا الرابط مباشرة في الشات، حضع لكم الرابط في الشات، وحضع لكم الرابط أيضا في الهاشتاج. طيب بس قبل ما ننطلق للتصميم مباشرة، حشوف معاكم هل نقدر نحول أي بحث علمي إلى بوستر؟ نعم نعم يا ريم، بل إنه من الذكاء، البوستر يحتاج إلى كثير من الذكاء، كثير. يعني إذا كان نتكلم عن بوستر علمي دقيق وصحيح، البوستر جميل جدا، يحتاج إلى ذكاء. كيف أنا أختزل كلمات كبيرة في عبارات صحيحة وسليمة، وأضع معاها صور تعبر عنه بذكاء. ما أسمع شيء، هل ضروري الدخول على الدورة من اللابتوب؟ لا، ممكن يا ابتهال يكون من الجوال وتسمعيها. المشاركة في مؤتمر أعرض لكم فكرة، خصوصا إذا كان متعدد المحاور. تفضلي تفضلي اعرضي لنا فكرتك، why not يعني. طيب طيب عشان بس ما يروح الوقت، ايش رايكم نوقف شات ونبدا نطبق؟ طيب نطبق. انا اسال هل مفترض المشاركه في مؤتمر ان اعرض؟ ممكن انت تصممي بوستر لدرسك، مو لازم المؤتمر. البوستر ممكن تصمميه لدرسك، ممكن تصممي بوستر وتضيفيه لسيرتك الذاتيه، ممكن تخلي البوستر هو سيرتك الذاتيه، ممكن تخلي فكرة الموضوع حقك، ممكن تخلي فكرة، هذه أفكار كثيرة جدا لصناعة البوستر. والبوستر ممكن يكون ملف إنجاز لك، وممكن البوستر يكون سيرة ذاتية، وممكن يكون تلخيص لوحدة دراسية كاملة، تمام؟ وممكن يكون اختبار. أنا مرة سويت بوستر اختبار لطالباتي. لا حدود للإبداع. الإبداع أنا فقط، إحنا فقط في هذه الورشة في صناعة، لأن إحنا نتكلم هنا عن صناعة محتوى، فبالتالي أنا حريصة أنكم تطبقوا. في صناعة المحتوى يا جماعة إحنا نديكم قالب، لكن الإبداع، إبداعك أنت في تعبئة هذا القالب، هذا إبداعك، هذا إبداعك أنت يا معلم أو يا معلمة. ممكن زي ما قلت لكم تستخدم لا حدود للإبداع، استخدمه في كل الاستخدامات اللي أنت تبغاها. طيب الآن إذا وقفتوا شات خلاص انتهت المناقشات، حسوي لكم، حدخل على مشاركة على سطح المكتب عندي، وحندخل حدخل على الوسم هنا، وحط على الرابط للناس اللي ما تشوفها في الشات ممكن تشوفها فيه. ممتاز، انتوا قاعدين تضيفوا على الوسم، شكرا لكم. طيب اوكي، بس الاغلب انا ابغاكم هذا الرابط عشان تدخلوا منه. ايضا سهل جدا جدا، مجرد ما ادخل على الرابط، شايفين انا قاعد اختار لكم مواقع مره سهله، سواء في الوورد كلاود او في صناعة البوستر. لماذا؟ لأن التقنية كل ما كانت مرهقة، الثلاثي كل ما كانت التقنية تأخذ مني كثير من الوقت والجهد والمال اللي هو المثلث الاقتصادي، كل ما كنت ما راح استخدمها مرة ثانية بكل بساطة، تمام؟ لكن مجرد ما تكون التقنية سهلة وبسيطة، لو لاحظتوا انسحابة الكلمات سهلة بسيطة جدا، في ثواني أقدر أسوي سحابة كلمات. الآن شوفوا الأشكال اللي تظهر أمامي، شايفينها؟ هذه كلها بوسترات بالعرض، وكل اللي تحتها هذه عبارة عن مين؟ عبارة عن مقاسات للرسم، ها، مقاسات للتنزيل، شايفين؟
عندي أزرق، أخضر، أحمر، حسب مين؟ حسب الشكل اللي أنا أبغاه. طيب أنا الآن هختار معاكم شكل. الصورة واضحة يا جماعة؟ إذا الصورة واضحة دوني في الشات رقم 1 بس عشان أتأكد إنكم معايا. وشوفوا البساطة في التنزيل. أوكي، هدخل على الشات. واضحة الصورة، تمام. شوفوا مثلا لو حبيت أختار أنا هذا الشكل الموف، واضح؟ طيب أنا هختار أي شكل هنا، بالعرض أو بالطول. قلنا بناء على ماذا أختار الشكل اللي بالعرض أو الشكل اللي بالطول؟ ها، هذا هو النجم اللي تكلمت عنه قبل شوية، يا إما بالطول يا إما بالعرض، يا إما نجمي بهذا الشكل أو متسلسل. ونفرض إني بسوي قصة رقمية، أو بسوي فعلا قصة رقمية أو موضوع متسلسل، فأنا أختار الشكل النجمي. قلنا نختار الشكل العرضي إذا كان المحتوى كبير، وأختار الشكل الطولي إذا كان المحتوى قليل. تعالوا ناخذ مع بعض هذا الشكل الأخضر. هختار مين؟ هختار قبل شوية تكلمنا عن الـ A0، قلنا أفضل مقاس رسم A0 أو A1. والصورة اللي قبل شوية عرضتها لكم كانت تتكلم عن مين؟ عن مقاسات الرسم. فأنا هختار مقاس الرسم، وفقط مجرد ما هضغط عليه إيش يصير؟ حينزل معايا على شكل باوربوينت. شوفوا البساطة أهو، حينزل معايا الآن، حيفتح معايا على شكل ملف باوربوينت عادي جدا وبسيط جدا، له فوتوشوب ولا شيء. ملف باوربوينت بسيط جدا ومنسق، هبدأ أشتغل أنا أعبيه بالشكل اللي أنا أبغاه. أهو الآن قاعد يفتح معايا ملف باوربوينت. إذا بضغطة زر أنا أستطيع صنع أنفوجرافيك. أهو ظهر معايا الأنفوجرافيك. أتمنى الصورة تكون واضحة أمامكم. هنسوي التمكين للتحرير. أوكي خلاص، ظهر أمامي البوستر. طبعا هذه العلامة المائية حقت الشركة، أظلل عليها وأحذفها بكل بساطة، وأبدأ أشتغل مين؟ أشتغل على البوستر. هنا أنا عندي فكرة لكم، إيش حتسوي؟ طيب مجرد تيجي تظلل على العنوان، شايفين؟ وحكتب العنوان، حكتب مثلا صناعة، حبدأ الآن معاكم أنا حصمم بوستر صناعة المحتوى الرقمي البصري، تمام؟ هنا هحط الشرح والأوثر وإلى آخره، وهنا حتكون عندي أهي منسقة جاهزة، مجرد أعبي فيها اللي أنا أبغاه. وممكن ناخذ الوورد كلاود اللي أول سويناها في المحور الثاني من هذه الندوة، وأضعها هنا في المحتوى الرقمي. خلاص انتهيت، هحفظها كصورة، لأن إحنا اليوم نتكلم عن المحتوى البصري اللي هو الصور. طيب هحفظ كصورة من فين؟ كلنا نعرف الطريقة، حفظ باسم، وهختار image من التايب، النوع هختار الايمج اللي هو جي بي جي، تمام. وهختار فين ممكن تكون، مثلا حطها على سطح وهختار العنوان لها، هسميها بوستر صناعة المحتوى الرقمي، تمام. اهو حسوي لها عملية حفظ عادية جدا، طبعا هذه الشريحة فقط. نلاحظ على طول انه ايش اللي صار، ظهرت عندي على سطح المكتب اللي هي مين؟ البوستر اللي أنا سويته. طيب الآن نكون انتهينا من المحور الثالث اللي هي صناعة المحتوى الرقمي البصري عن طريق البوستر. الآن نتناقش لمدة دقيقة فقط، وبعدين سنأخذ موضوع جميل جدا جدا.
اللي هو الأنفوجرافيك التفاعلي. طيب معكم واحدة دقيقة فقط للمناقشة يا جماعة في المحور الثالث، فاللي عنده أي سؤال في المحور الثالث يتفضل. ممتاز وسهل من ناحية التطبيق، جدا جدا سهل. كم المقاسات؟ ما هتكلمنا عن المقاسات، قلنا أفضل مقاس A0 A1. كل شيء جميل، شكرا لك يا غادة اللي اخترتي دكتورة. كأنه أنفوجرافيك فعلا فعلا، أنت ممكن، بس هو بوستر مش أنفوجرافيك. أنفوجرافيك الآن حنأخذ مع بعض أنفوجرافيك، وممكن أعلمكم كيف تسوي أنفوجرافيك متحرك، وهذا إبداع الأنفوجرافيك المتحرك، لا يمكن تنفيذه بالجوال. هنا في حاجة مهمة يا جماعة، الجوال فقط للاستخدام، يعني فقط للمشاهدة، لكن التصميم الأفضل يكون على اللابتوب، وهذا اللي دائما أنا أقوله في كل الورش اللي أقدمها لأعضاء هيئة التدريس. تقريبا قدمت أكثر من 150 ورشة للطلاب، لأعضاء هيئة التدريس، معلمين، معلمات إلى آخره. دائما أقول التطبيق، التصميم، تصميم المحتوى يكون عن طريق الكمبيوتر، لكن مشاهدة المحتوى ممكن يكون عن طريق الجوال. ممكن كمان أنا أستخدم التطبيقات أني أصمم محتوى رقمي بسيط بالجوال، لكن محتوى رقمي احترافي، أنا أتكلم هنا عن محتوى رقمي احترافي، محتوى رقمي احترافي لازم تستخدمي جهاز الكمبيوتر وتشاهدي، المشاهدة تكون عن طريق الجوال. التصميم ممكن على الآيباد، طبعا ممكن على الآيباد وممكن على التاب، صحيح. أقدر أكتب داخل التصميم مثل باوربوينت، كأنه هو باوربوينت يا فاطمة، أو مين اللي جاوب؟ أوكي، ما ظهر لي الاسم، جيد. ناهد، الجهاز أفضل، الجهاز أفضل، صحيح يا ناهد. أقدر أكتب داخل التصميم، هو أصبحت شريحة باوربوينت، أصبحت شريحة باوربوينت عادية جدا تكتبي فيها اللي أنت تبغي، بس هي أدتني شريحة باوربوينت منسقة ومرتبة بألوانها، وعندي مساحة للكتابة ما يتجاوزها. يعني ممكن معانا دكتورة فايزة الدسوقي، أستاذة عايدة، أستاذة غزيل، دكتورة مريم، هذول ناس كثير صمموا بوسترات. البوسترات زمان إحنا كنا نصممها طبعا على الفوتوشوب، وكان يأخذ منا وقت وجهد كبير جدا. هذا الموقع يصممها لك، يعني يديك القالب بشكل بسيط، لذلك أنا اخترتها لكم اليوم. تطلع كل صورة لوحدها، نعم، بس هو الآن نازل لك يا أمل على شكل وحدة شريحة. طيب الآن سننطلق للمحور الثالث، أنا أبغى ألتزم بس بالوقت. تمام، إحنا ملتزمين بالوقت. الآن نوقف من الشات وننطلق للمحور الرابع والأخير من ورشتنا اليوم. وزي ما قلت لكم ورشتنا اليوم تكاملية، يعني أخذنا أبسط شيء اللي هو من سحابة الكلمات. إحنا بدأنا من الأسهل للأصعب. أبسط شيء سحابة الكلمات، أصممها بثواني، أنتهي منها. ممكن نفس سحابة الكلمات أخذها أضعها في البوستر، والبوستر يأخذ مني جهد شوية أعلى لكنه لازال بسيط وسهل. آخر شيء معانا اليوم اللي هو إيش؟ اللي هو الأنفوغرافيك، ونحن اليوم أخترنا أنفوغرافيك يكون تفاعلي. هذا الموقع يصمم لي أنفوجرافيك وبوستر وعروض تقديمية كلها تفاعلية في واحد موقع. وأيضا هذا الموقع اللي اخترت لكم اليوم ليس هو الوحيد، ولكنه هو الأفضل. إذا زي ما قلت لكم المواقع كثيرة جدا اللي ممكن تسوي لي أنفوجرافيك، المواقع كثيرة جدا اللي تسوي لي بوستر، لكن أنا دائما أميل أني أنا أختار في ورش صناعة المحتوى المواقع السهلة اللي ممكن أنا أستخدمها مباشرة وما تأخذ مني لا وقت ولا جهد ولا مال. لذلك إحنا نميل للمواقع المجانية، المواقع البسيطة السهلة. لماذا؟ لأن التقنية لابد أن تكون سهلة وبسيطة على المعلم والمعلمة علشان يقدر يستخدمها اليوم وبكرة وبعده. طيب تعالوا ننطلق شوية سريع عشان نبدأ، لأنه هذا شوية يحتاج شرح. المحور الرابع، أنا شايفة شات، وإحنا قلنا نوقف شات، بس معليش حشوف أنتوا إيش كاتبين. إيش اسم المواصفات الفنية للبوستر؟ يا منى كتبتها أنا في الشريحة قبل، وأبشروا أنا حضع لكم كل هذه الشرائح في شكل صور، وحضعها داخل الهاشتاج إن شاء الله بعد نهاية الورشة،
بس عشان نلتزم بالورشة ونقدر ندي كل اللي تكلمنا عنه. هل هناك تسجيل للورشة؟ نعم يوجد تسجيل، بس خلونا نوقف الآن شات لأنه المناقشة انتهت، وننطلق للمحور الرابع. المحور الرابع هنتكلم فيه عن التعريف بالموقع واستعراض مميزات هذا الموقع وشرح خطوات التسجيل. هنا نحتاج تسجيل. لو لاحظتوا أنه في سحابة الكلمات ما كان عندنا تسجيل ولا في البوستر، مع أنه ممكن حتى في البوستر أسوي تسجيل، لكن ممكن من غير تسجيل أنزل وأشتغل. حنتكلم هنا عن شرح تبويبات صفحات الحساب الشخصي، إنشاء عرض جديد، وإدراج تنسيق وتنسيق هذه الصورة، وممكن نضمن ملفات الوسائط المتعددة، وممكن نضمن حتى التغريدات حقت الوسم نضممها هنا، وأيضا ممكن نضيف تأثيرات الحركة والانتقالية، وكيف ننشر العرض ونشاركه. وهذه هي المهمة علشان نرجع مرة ثانية للمحور الأول، نثري المحتوى الرقمي العربي. طيب هذا هو ما سنأخذه في المحور الثالث والأخير لورشتنا اليوم. تعريف بالموقع. الموقع هو منصة على الأنترنت تمكنك من إنشاء محتوى تفاعلي، يمكنك من عرض مدونة. إذا هو ممكن تنشئ في مدونة، تنشئ في مدونة، ممكن تنشئ في موقع خاص فيك، ممكن تنشئ في انفوغرافيك متحرك وثابت، وممكن تنشئ في بوستر متحرك وثابت، وممكن تنشئ فيه عروض، والعروض اللي فيه جدا جدا جميلة ورائعة، وحوريكم عروض كثيرة من عروض طالباتي وعروض حتى هذه الورشة، زملاء لكم وزميلات معلمين ومعلمات أديتهم هذه الورشة وصمموا فيها مواقع، حوريكم بعض من تصميماتهم. مميزات هذا الموقع: توفير أزرار التفاعل، وهذه مهمة جدا، أزرار التفاعل تديني انتقال للصفحات، ذهاب للروابط، فتح نافذة، عرض تلميح، إمكانية الكتابة باللغة العربية، وهذا جدا مهم. للأسف كثير من المواقع تديني نفس هذه المواصفات لكن ما تدعم اللغة العربية. إمكانية إضافة حركات وتأثيرات للصوت والصورة والفيديوهات والوسائط المتعددة، إمكانية إضافة مراحل انتقالية بين الشرائح، إمكانية إنشاء عروض تقديمية، استبانات، نماذج للسير الذاتية، أنفوغرافيك، ملصقات اللي هي البوستر. لا متناهي من مميزات هذا الموقع. إمكانية تنزيل نسخة من العروض التقديمية والأنفوغرافيك على جهاز الكمبيوتر الخاصة فيك، يعتبر بديل رائع جدا للباوربوينت. طيب أول حاجة حسويها حسجل في الموقع، حدخل على الموقع من هذا الرابط، وأنا شايفة الزملاء وضعوا لكم على الشات. أوكي حسوي مشاركة مرة أخرى سكرين. تمام حسجل الإيميل وكلمة المرور وأضغط على ستارت، أو ممكن أدخل بحسابي على الفيسبوك أو جوجل بلاس. بعد ذلك في رسالة ترحيبية ننقر على ستارت، بعد ذلك نختار إحنا معلم أو طالب، طبعا إحنا حنختار تيتشر، ونضغط على أكسبت. أها هنا مهم جدا، في عندك تبويب فوق، تبويبات ماي وورك وإلى آخره، حناخذ تبويب تبويب وحنشرحها. إذا اخترتي تبويب ماي وورك هذا خاص بإنشاء عروض أو أنفوغرافيك تعليمي والتعديل عليها وحذفها. تمام؟ لو لاحظتوا على الشاشة حتظهر لي أشكال كثيرة جدا، نختار نوع القالب. هل إحنا نبغى نوع القالب يكون برزنتيشن عروض، أو نبغى أنفوغرافيك، أو نبغى بوستر ملصقات، أو نبغى سيرة ذاتية، أو نبغى حتى أسئلة؟ هنا كل الأشكال إحنا نختار الشكل أو الهدف اللي إحنا نبغاه. إذا كنا نبغى الهدف إنه إحنا نصمم عرض تقديمي، حختار برزنتيشن، أنفوغرافيك حختار أنفوغرافيك، وهكذا. أو إذا حبيت أسوي شيء جديد تماما حختار من كرييت من الزائد اللي تحت. بعد ذلك التبويب الثاني بروفايل، إذا أول تبويب عندي ماي وورك،
ثاني تبويب بروفايل خاص بإعدادات صفحتك الشخصية، تمام؟ التبويب الثالث اللي هو تبويب بلين خاص بالمميزات الإضافة يعني الموقع هذا في منه مجاني وفي منه مدفوع، وحتى المدفوع منه برسوم بسيطة جدا في الشهر، أتوقع كم دولار يعني، جدا جدا بسيطة، فبالتالي مبالغ مالية بسيطة يديك ميزات أكثر. هنا يديك أنك أنت تقدر تنزل كل شغلك اللي أنت صممته على الموقع على شكل PDF. طيب تبويب بلوج اللي هي كيف أصمم بلوجر خاصة لي أو مدونة خاصة لي. تبويب بلوج هذا خاص بالمدونات، أنا أنشئ مدونة عن طريق هذا الموقع ومديني أشكال كثيرة جدا من المدونات تلشي وأنا أختارها. طيب لنفرض أنه أنا أبغى أبدأ كرييت جديد، أبغى أبدأ عرض تفاعلي أو أنفوغرافيك خاص فيا جديد، فحختار من علامة الزائد اللي تحت بدء العمل وأنقر عليها، حتظهر لي هذه الصفحة اللي هي ورشة العمل. هذه ورشة العمل هي المهمة، تعالوا نتعرف على زر زر فيها، هذه كلها أنا ترجمتها. وممكن يا جماعة هذه الصفحة لأنها مهمة أنزلها لكم كمان على الهاشتاج لأنها فيها كل الأزرار. شوفوا الإعدادات، أول شيء أزرار التفاعل، زر إدراج نص، إدراج مصادر، تنسيق الخلفية، في خلفيات كثيرة جدا يعني مع هذا الموقع، يوجد مكتبات هائلة، أيقونة تضمين ملفات أو أكواد أو مواقع، أو حتى ممكن التغريدة لك إذا كان عندك صفحة على تويتر ممكن هنا تنضاف، أيقونات إدراج صور، وهنا لإنشاء صفحات. طيب لإنشاء صفحات إذا كنت أبغى أسوي برزنتيشن، لكن إذا كنت أبغى أعمل فقط بوستر أو فقط انفوغرافيك فحيكون واحدة صورة. هنا تحميل، ولكن هنا التحميل لازم يكون بمقابل اللي هي التبويبات اللي فوق، مشاركة ونشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهنا نسوي معاينة، وفي النص حتكون ورشة العمل. طيب تعالوا نبدأ نشتغل واحد واحد مع بعض. علشان أدرج نص حضغط على مين؟ على علامة التي الموجودة فوق. أول رقم واحد هننقر على أيقونة التكست، حتظهر لي هنا التايب للتكست، مجرد حسحب وححط في منطقة العمل. إذا العملية سهلة جدا، سحب وإفلات. إذا كتبت النص وسحبته على منطقة العمل حسوي دبل كليك عليه وحبدأ أسوي عملية الكتابة، حكتب وححرر كل اللي أنا أبغاه. بعد ذلك مثلا أنا هنا كتبت التعلم الإلكتروني، مجرد ما أنقر عليها نقرة واحدة داخل المربع يظهر لي شريط التنسيق في أعلى الصفحة، شريط تنسيق عادي جدا، أنسق أبغى بولد، أبغى مائل، أبغى يمين يسار، واتيفر كل اللي أنا أبغاه. طيب لو لاحظت فوق مربع النص يوجد أيقونتين، هذه الأيقونتين مرة مهمة، تعالوا نتكلم عنها شوية. الأيقونة الأولى زر القلم حتى تتمكن من تنسيق النص، لما أضغط عليها يظهر لي تنسيق النص، ثم نقوم بعمل التنسيقات التي نرغب بإضافتها. شايفين يظهر شريط تنسيق، نقوم بعمل كل التنسيقات التي نريدها. طيب اختيار وتنسيق الخلفية، إذا هذا أول شيء تكلمنا عن النص، الآن أبغى أنسق الخلفية، ما أبغى خلفية بيضاء، أبغى خلفية ثانية. عندي عدد لا متناهي في داخل مكتبة هذا البرنامج للخلفيات، حختار أيقونة باك جراوند اللي هي ثاني أيقونة من تحت. لتنسيقها مجرد ما أضغط عليها ستظهر لي كل أنواع الخلفيات، شايفين؟ يا إما خلفيات بلون موحد، يا إما خلفيات بصور، وأيضا ممكن خلفيات من عندي من جهازي أحملها على هناك ثلاث أنواع من الخلفيات، يا إما خلفية بلون واحد، يا إما خلفيات صور، يا إما خلفيات متدرجة الألوان. أستخدم شريط التمرير وأشوف كل الخلفيات الشفافة الموجودة،
وأختار الخلفية اللي أنا أبغاها وأضعها، يا إما أنقر نقرة واحدة داخل المربع فتظهر لي أيقونة الإيمج، وهنا بعد ما تظهر لي أيقونة الإيمج أقدر أخذ أنا من جهازي وأضع على، لنفرض أنا اخترت هذه الصورة، كان البوستر اللي أبغى أسويه التعلم الإلكتروني، فاخترت من جهازي هذه الصورة، هذه الصور موجودة على جهازي، فاخترت هذه الصورة وجدت أنها تناسب موضوع البوستر اللي أنا أبغاه، فأنقر على زر فتح ويتم تحميل الصورة مباشرة على الموقع. هي تحملت على الموقع، أقوم بسحبها ووضعها داخل الخلفية. بعد ذلك ننقر على نفس الصورة، ستظهر لنا شريط تنسيق الصورة وسيمكننا من قصها، تلوينها، عمل كل التنسيقات الموجودة عليها، أخليها شفافة، كل اللي أنا أبغاه أقدر أسويه. في طريقة ثانية إني أبحث من جهاز الإنترنت داخل البرنامج، فأنا هنا حختار علامة البحث وأقوم بنسخ رابط الصورة وأضعها. ستظهر الصورة في ورشة العمل، بعد ذلك نقوم بإجراء كل التنسيقات اللي تكلمنا عليها، أسوي لها طبعا أبلود قبلها وأضعها وأبدأ أنسق عليها كل ما أريده. طيب الآن أبغى أضيف عليها أنيميشن عشان أخليها متحركة، وهنا المهم، هنا اللي يفرق لي بين البوستر المتحرك والبوستر الثابت. أختار الحركة وأختار تأثير الحركة زي ما أنتم شايفين هنا على الشاشة، بس في تلميح هنا مهم يا جماعة. أول شيء أحدد العنصر، نص، صورة، فيديو، اللي أنا أبغى أسوي عليه الأنيميشن. رقم، بعد كذا أختار الحركة أو التأثير. عندي هنا حركة إدخال، حركة إخراج، حركات كثيرة جدا اللي هي هنا موجودة. أختار الحركة اللي أنا أبغاها، أحدد المدة الزمنية، هذه الحركة أبغاها تستمر بطول البوستر أو فقط دخول وخروج. بعد ذلك أحدد سرعة الحركة وتأثيرها. هنا التلميحات اللي أنا حطيتها هذه من الخبرة. نضغط إنتر لإظهار تأثيرات الدخول، نختار إكزيت لإظهار تأثيرات الخروج، وكونتينيوز لإظهار تأثيرات التوكيد، وإظهار تأثيرات الاستمرارية تماما كالباوربوينت. أنا شايفة في شات، حدخل على الشات وأشوف إيش كاتبين، مع إني أنا ودي أكمل ونخلي المناقشة في آخر شيء، بس معليش البرنامج اللي إحنا شغالين عليه. أوكي، وضعوا لكم الزملاء الرابط له، إحنا الآن قاعدين نشرحه، مجرد ما نخلص شرح حديكم وقت للمناقشة زي ما اتفقنا من أول. إحنا في هذه الورشة كنا نشرح المحور، بعدين نناقش، وبعدين نطبق تطبيق عملي، بعدين نرجع نناقش مرة ثانية، بعدين ننطلق للمحور اللي وراه. فإحنا الآن في المحور الأخير، بس أنا أبغى أنتهي قبل نهاية الوقت، بديكم كل شيء يتعلق بهذا الموضوع والتطبيق، وأنتوا تطبقوا وتنزلوا لي على الهاشتاج. طيب، لإضافة مراحل انتقالية، مهم جدا إضافة المراحل الانتقالية يا جماعة. هختار، هي أنا كاتبتها لكم بالتفصيل، أنقر على أنيميت بيج، إضافة حركة انتقالية بين الشرائح، اختر الحركة التي تريدها. هنا رؤية المعاينة، حتظهر لي على طول الحركة في نفس البرنامج، وحختار لو حبيت أضيف ملفات فيديو، صوت، شبكات تواصل اجتماعي، مقالات، رسوم بيانية، كل هذه أقدر أضيفها من فين؟ من التبويب اللي هي إيميت، تمام؟ وأضيف كل الوسائط المتعددة اللي أنا أبغى أضيفها. هنا يوجد تلميح مهم جدا اللي هو باللون الأصفر، تضمين مقاطع الفيديو أو الصوت أو المقالات، خطوات تضمينها في عرض واحد ستنطبق على كافة الأمثلة الموجودة. طيب هنا أنا كملت البوستر اللي هو أنا كنت أبغى أسوي انفوجرافيك للتعلم الإلكتروني، أهو كملته، هوريكم هو في آخر الورشة. نقوم بنسخ رابط الفيديو من موقع اليوتيوب مثلا ونلصقه هنا، بعد ذلك بزر السهم سيتم تحميل الفيديو إلى الصفحة. إذا صار بوستر متحرك، هنا ما أصبح بوستر ثابت، أصبح بوستر متحرك.
مجرد أنا ما أجي على الصورة اللي أنا وضعت فيها رابط الفيديو، أضغط عليه على طول حتظهر لي الفيديو اللي أنا أبغاه. تمام؟ طب لو أبغى أضيف تغريدة، ممكن أضيف تغريدة جدا. أول شيء نقوم هنا تضمين تغريدة بتويتر، نقوم بسحب رابط التغريدة من موقع تويتر مثلا زي اللي هنا أنا سويته. بعد كذا نقوم بنقر على زر السهم اللي جنبه، فتظهر تحميل التغريدة في الصفحة. على طول حتظهر لي التغريدة موجودة. تلميح هنا مهم، يمكن إدراج أيقونات، خطوط، خرائط، رسوم توضيحية، كلها نقدر نضيفها. الخطوة الأولى والثانية واحدة، الخطوة التالية تختلف باختلاف العنصر. طيب لو حبيت أضيف ملف، أبغى أضيف ملف، ملف باوربوينت، ملف وورد، واتيفر، ملف من جوجل درايف حقي، أبغى أضيفه على البوستر، يعني بحيث يكون البوستر، أنا صممت للطالبات بوستر واحد في كل المقرر. كل المقرر الدراسي كان في بوستر، أو كان في انفوجرافيك واحد، كان عبارة عن موضوعات، كل صورة عبارة عن موضوع، وتحت كل موضوع يوجد ماذا؟ يوجد فايل. الفايل واحد فايل في كل المحاضرات. فهنا أنت ممكن تجمع كل ما تريد جمعه، وممكن تستخدم هنا، مهم جدا إذا حبيت تستخدم البوستر كسيرة ذاتية، ممكن تعرض أو ملف إنجاز لك، ممكن تعرض ملف إنجازك كامل في واحدة صورة انفوجرافيك، وتضع خلف كل كلمة أو خلف كل صورة أو خلف كل أيقونة ملف كامل. فبالتالي أقدر أضيف كل الملفات اللي أنا أبغاه، وسيرتي حتى الذاتية بالكامل من جوجل درايف، وأنقر على السهم وأقوم بالتحميل. هنا أيضا وضعنا لكم تلميح، يمكن إدراج أيقونات، خطوط، خرائط، رسوم، إدراجها. والخطوة الثانية والثالثة نفسها. لو حبيت أضيف أيقونات، نعم أستطيع إضافة أيقونات، خرائط، قصاصات فنية، نفس الشيء أضغط على هذه الأيقونة اللي هي ريزورس، وأختار ما أريد إدراجه، وحتظهر لي داخل مكتبة البرنامج كثير من الصور. أنا أبغى بس ألتزم بالوقت. أوكي، لإدراج أيقونات. أبغى أديكم أزرار التفاعل، هذه جدا مهمة. طيب عشان أضيف أزرار التفاعل يا جماعة، حضغط على هذا الرابط، حضغط آسف على هذه الأيقونة، فأختار إدراج أزرار التفاعل. هل أبغاه على شكل دبوس ولا حروف ولا أرقام؟ أزرار التفاعل للانتقال من شريحة إلى شريحة، أو نافذة توضيحية، أو عرض تلميح. تمام، لنفرض أنا نفس اللي أول كنت شغالة عليه اللي هو التعلم الإلكتروني، ستظهر لي أبغى أضيف معه دبوس، فحختار الدبوس وحختار بزر اليد التفاعلية اللي فوقه على طول، وحسحب الزر اللي أنا اخترته طبعا بألوان مختلفة جدا. طيب وظيفة إظهار التلميح لماذا؟ التلميح أقدر أكتب التلميح للطلاب مثلا تعريف مفصل عن التعليم الإلكتروني وأنواعه ومميزاته. يعني أنا كنت كاتبة تعلم إلكتروني، أبغى أضيف تلميح هنا يكون تعريف التعلم الإلكتروني ومميزاته وأنواعه، فأقدر أضيفه من هنا. أقدر أنسق نص التلميح وبعدين أسوي سيف، فهين حفظ لي التلميح بهذا الشكل، حيجي دبوس فوق كلمة التعلم الإلكتروني، مجرد ما أضغط عليها حتظهر لي كل التلميح اللي أنا أضفته قبل شوي. طيب وظيفة فتح نافذة، حنجي فتح نافذة من كرييت، لنفرض أنا ما أبغى أضيف تلميح، أنا أبغى أضيف نافذة، بحيث أني مجرد ما أضغط على كلمة تعلم إلكتروني تظهر لي نافذة كاملة أستطيع وضع فيها ما أريد. من هنا أيضا أنا حدخل على الشات أشوف، ممكن أشوف البوستر اللي صممتي، أبشره، أيقونات كثيرة. طيب أوكي أنا حمشي شوية، هذه اللي وظيفة نافذة. طيب أبغى أتكلم عن النافذة. مثلا أنا قبل شوية قلت إذا تلميح هيظهر لي سطر واحد، إيش الفرق بين التلميح والنافذة؟ النافذة أقدر أكتب فيها
كلام كثير، يعني مجرد ما أضغط على التعلم الإلكتروني لو أنا أضفت نافذة حتظهر لي نافذة فيها كل شيء، فحكتب النص الذي أريده وحختار منها أهو زي كده وحتظهر لي. طيب الانتقال من شريحة إلى شريحة ممكن يكون بوستر، هنا نقدر نسوي موشن جرافيك، يعني ممكن نسوي بوستر وممكن نسوي انفوجرافيك ثابت أو متحرك، وممكن نسوي ننتقل إلى شيء أعمق شوية، يعني نقدر نسوي موشن جرافيك. موشن جرافيك كيف أقدر أسويه؟ أقدر أضيف ماذا؟ 8 دقيقتين، شوف لي الساعة كم؟ لا باقي دقيقتين، أوكي باقي دقيقتين لورشتنا، حاول أسرع شوية. وظيفة الانتقال من شريحة إلى شريحة يا جماعة هذه كلها زي ما قلت لكم حنزل لكم هي على الهاشتاج إن شاء الله. بس أهو لو أبغى أضيف شريحة ثانية، يعني عش هنا أنا حسوي مو فقط انفوجرافيك ثابت ولا انفوجرافيك متحرك، لا هنا حسوي موشن جرافيك. إذا أستطيع صناعة موشن جرافيك كيف؟ إني أضيف روابط داخلها وأخليها أكثر من سلايد. أقدر أضيف روابط مجرد ما أضغط عليها، هنا لإضافة البيجز، مجرد ما أضغط عليها حظهر لي بيج جديدة أقدر أشتغل عليها، وحتى لما أضغط على البيج حيظهر لي عدد لا متناهي من الأشكال والرسوم أقدر أختار منها. أقدر أضيف فيديو تعريفي. طيب اوكي حوقف اهو، شايفين هنا اولادي يتكلموا. طيب نشر العرض ومشاركته، وهذه اخر خطوه وهي اهم خطوه. احنا قلنا هذا الموقع مجاني ومدفوع، فبالتالي احنا قاعدين شغالين على النسخه المجانيه. حسوي لها شير اهو، وبعد ما أسوي شير ممكن أشاركها على السوشيال ميديا، حيظهر لي نحدد إحدى الخيارات الأربعة المتاحة، المتاحة في النسخة المجانية، المشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر جوجل بلاس، خلاص. أو في خيار ثاني اللي هو أخذ الرابط، وهذا اللي نفعل أنا وطالباتي أو أنا حتى المتدربين، نأخذ الرابط نفسه هذا اللي إحنا صممناه وننسخه ونضعه في أي مكان نريد. مثلا الزملاء اللي طلبوا اللي صمموه طالباتي واللي صممت لكم، أوكي هعرض لكم هو الآن، نسخ الرابط ونلصقه مضمنا في أي موقع. إذا عندي نوعين من الروابط، شوفوا أول أيقونة اللي هي مشاركة مباشرة في السوشيال ميديا، ثاني أيقونة اللي هي إيش، أخذ الرابط وانشره اما على الواتساب او احطه على المدونه حقتي او احطه على رابطي على موقعي مباشره او على بلوج وات ايفر. ثالث شيء اللي هي التضمين، والتضمين هنا ممكن اضعه انا على سوي، ممكن اسوي هنا بوستر او موشن جرافيك او بوستر متحرك او انفوجرافيك متحرك او ثابت، وآخذ بالتضمين وأضعها في سوي. الناس اللي اشتغلوا على سوي أستخدم هنا كود التضمين، هذه كلها متاحة في النسخة المجانية. طيب أو ننشر العرض، حدد إحدى الخيارات الأربعة المتاحة وناخذ مين، نسجل إيميل. آخر خيار اللي هو أنت بترسله إيميل لشخص معين، فتحط الإيميل للشخص وترسله له. هذه أيقونات مهمة جداً داخل البرنامج نفسه، ممكن كمان حتى هذه الصورة أصورها لكم وأضعها على الهاشتاج. طيب هذه آخر سلايد موجودة في ورشتنا اليوم اللي هي تحرير العرض والتعديل عليه. طيب كثير من أعضاء هيئة التدريس أو حتى من المعلمين والمعلمات لما أشرح لهم هذه الورشة كانوا يسألوني عن هل العمل حقي يظل محفوظ على نفس البرنامج؟ نعم يظل محفوظ حتى لو انت سويت له داونلود. طيب لما ادخل على تبويب ماي وورك، اوكي لما ادخل على تبويب ماي وورك هلاحظ انه كل عروضي موجوده، فحدخل عليها وحسوي لها عمليه تحرير. لنفرض انا ارسلت الرابط للطلاب او ارسلته الى او حطيت وضعته في السوشيال ميديا وات ايفر،
واكتشفت انه في زر ما ينفذ، او زر مثلا ما ينقل لي على على السلايد اللي وراه، او يعني اي شيء، يعني في خلل هنا، اقدر ادخل مباشره واسوي عمليه تعديل، او حتى احذف حتى كل الشغل. طبعا احنا الان وصلنا الى الساعه اصبحت 9 ودقيقتين او حتى 3 دقائق، واحنا مضطرين نلتزم بالوقت. قبل ما اختم معاكم بس بدخل على الشات لمده كذا 30 ثانيه فقط، بشوف ايش كاتبين انتم في الشات، وبعدين نسوي الشكر واقول لكم في الاخير. الندوه مسجله، قواعد معينه تتبع بخصوص الالوان. الالوان يا نور عالم مختلف تماما، احنا علشان نتكلم عن الالوان يبغى لنا ندوه مستقله. دلالات الالوان في العالم الرقمي مهمه جدا جدا. اللون اللي انا استخدمه، الخلفيه اللي انا استخدمها، هذه جدا مهمه. شوفوا يا جماعه، لابد ان اكون ذكي جدا وانا استخدم الصوره المناسبه، الريزوليوشن المناسب، وحتى لما استخدم دلالات الالوان فهي مهمه جدا. كل ورش عمل لا صعب جدا اديكم كل ورش العمل يا جماعه. طيب في اخر هذه الورشه اشكركم طبعا، انتم جزيل الشكر. صممنا الان احنا مع بعض واحنا داخل الورشه، صممنا هاشتاج او انشانا هاشتاج اسمه تصميم المحتوى الرقمي البصري. ساضع عليه جميع الصور لهذه الورشه بامر الله. يمكنكم متابعه ايضا صفحتي على تويتر، موجود فيها هذا الهاشتاج. تطبيقات المعلمين والمعلمات كلها موجوده على هذه الصفحه اللي هي هذه البيدلت، موجود فيها كلها تطبيقات المعلمين والمعلمات في الورش السابقه في المحتوى الرقمي البصري، فكثير جدا جدا كانت تطبيقاتهم. كلها وضعتها على بدلت واحد، وستجدونها أيضا على التطبيقات. ممكن تأخذوا أفكار كثيرة جدا من زملائكم وزميلاتكم. في آخر هذه الورشة يسرني ويسعدني أني أشكر جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني لإتاحتهم لنا منصة تزامن، وأخص بالشكر الأستاذ الدكتور الفاضل الدكتور عادل، واستاذ محمد، والاستاذ الحسن الموجود معنا اليوم، فاخصهم بالشكر الجزيل. ايضا اشكر الجمعيه السعوديه العلميه للمعلم، ممثله طبعا في مجلسها، مجلس ادارتها الموقر، وفي رئيسها الدكتور عبد الله الكاسي. ويمكن لكم جميعا المعلمين والمعلمات انكم تكونوا اعضاء في جمعيتكم، جمعيه السعوديه العلميه للمعلم. كيف ذلك؟ يقوم بالدخول على صفحه تويتر للجمعيه، ستجدون اول تغريده مثبته لكيفيه التسجيل. يمكنكم التسجيل في الجمعيه. طبعا المزايا انك تكون مسجل في الجمعيه، اي ورش بهذا الشكل تتيحها الجمعية، هذه السلسلة الأولى، ستتبعها سلسلة ثانية وثالثة ورابعة بأمر الله. أي معلومات تتم من الجمعية سيتواصل مباشرة عن طريق الـSMS مع الأعضاء المسجلين، لذلك عضوية هذه الجمعية جدا مهمة. أشكر أيضا مبادرة تعزيز التعلم الرقمي في المملكة، ممثلة في مجلس إدارتها الموقر وجميع أعضائها. وهذه المبادرة أيضا لها ورش رائعة جدا تقدم، فممكن أنكم تطلعوا على صفحتهم على تويتر اللي هي مبادرة تعزيز التعلم الرقمي، وأيضا هذه تنشر كثير من الورش الرائعة والمميزة. وآخر شيء طبعا حابة أشكركم أنتم لاستقطاعكم من وقتكم ومن جهدكم لهذه الورشة. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.